دي لحم، 2 كيلو لحمة هتغدى بيهم. تتغدى ب2 كيلو لحمة؟ ايوه، بطني وانا حر فيه؟ قال على رأي المثل، اقرع ونزهي. اقرع ونزهي؟ يا ست اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك ال ينيلك، هما 605 برطوش هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه تتجوز بيهم؟ يا ست ام علي العروسه موجوده وانا موجود والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ ب5 جنيه. والتلاجة بكام؟ وأوضة النوم بكام؟ يا ست النوم على أرخص حاجة. أيوه، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. أمال أعمل إيه هاني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني، أنت لا تصلح للجواز، متلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص إيد؟ ولا ناقص رجل؟ ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس، عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوش لي ب605 برطول. ب605 جنيه؟ يا ماما يا ماما اعذري، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك، ترضى تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ست انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه. مأنسة قوي. يا ابني احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس. معاك فلوس؟ لا، معايا برطيش. خلاص، تبقى برطوشه ما تسواش، ما تزعلش مني. الله، هو انت ترزعيني الكلمه وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بنتك ايه؟ جبلتي يا ست ما تعمليش حاجه، حقك عليا. رمضان استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي لا حوارا، بتعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا حتى احنا كوخه. ما تجيش شر عليك يا بنتي، انت مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. اله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتصلح ولا بتتنيل، دي وليها طماع. اي والله طماع، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب، انما ايه جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. الهي يا رب تدفع الرز، الهي يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ، انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب برياء. امال الموظف اللي زي حالاتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا حنوق مرضيه، تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكملها؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانية في 6 سنين، كنت هلاقيها منين ولا منين؟ هلاقيها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من طوابير الجمعيه ولا من مجاب الميه ولا من مجاب العيش ولا من قله ادب المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، بلاش كام فرق. دو انت بس، دو انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا مغاوري. ازيك يا ولد؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ رمضان. ازيك؟ ألف الحمد لله على السلامة يا أستاذ رمضان. مالك يا ولد بيسأل بغل كده؟ إيه اللي بيحصل بيه؟ إيه في إيه؟ أنتوا قلبتوا الدار لقمدة للجواميس؟ أيوه، أصل أبويا العمدي مخلي كل حتة في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما فيش سنة غير سنة الفلوس؟ نهايته خلي العمدة فين؟ موجود جوه. اتفضل يا أستاذ رمضان. يلا. اتفضل. قلتوا إيه؟ سلام عليكم. عمرك سلام. اهلا 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 وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكم. ازيك يا خالي؟ رمضان اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ازيك يا خالي؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رمضان. ازيك يا رمضان؟ اهلا 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 يا خالي. اهلا بك انت. يا
الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صافا ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خال؟ هي الدنيا ساقعه باين يا ابني. ما ترسلك على بار ساقعه ولا سخن؟ اي حاجه يا خال، حاجه ساقعه حاجه سخن، اي حاجه تشرب وخلاص. طب ما تقول كده من الاول. اديني اقول شاي اللي جوه. علي النعم ما فيش اي ولا نيله جاي. ها زكي خال، اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى حضره العمده وسيبك مع الاستاذ رمضان. طب ادي له يا جدع الفلوس قبل ما تجوه. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده، عددهم بايدي. تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك كل اساتك في 1000 جنيه. ده رايح انت ما بتفهمش يا ولا. الله، خلي العمده عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش سيره الفلوس قدام. انت حمار. سلام عليكم. مع السلامه. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مره تبقى ساقعه ومره تبقى سخنه ومره تبقى هفتانه. تجعان وافرض يعني؟ ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه يبقى بني. خير يا رمضان؟ خير ان شاء الله يا خال، خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده، كنت قصدك في قرشين، كنت عايز رزمه يعني. منين يا من هنا؟ ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه. اشي بقر وشي معيز وشي خرفان وشي جواميس، وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه، عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي عليه جوه. يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيوب. ارض امك انت كلت بقى من زمان. كلت بقى ايه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاو اللي كلته؟ بلاش يا سيدي حكايه الارض، خليه علشان خاطر رابطه الارحام اللي بيني. وانت صغير عشان تشحت شحط طويل عريض مستوظف في الحكومه وجاي تشحت، ثم هجيب لك من ايه؟ انا ما حلتش حاجه. ما هم لسه مدي لك تمن رزم على قلبك قد كده. هم دي فلوس ناس. قوم يا رمضان، قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخوي، وسلم لي على الناس اللي في مصر. الهي ربنا يجيب لك شطه في الجواميس بتاعتك. الهي يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له ده الصعار ويمشي اهو في السك وانت اوله. عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت؟ خفت تضربك؟ ايه؟ سلام عليكم. اهلا يا مشبيش. اتفضل. برافو عليك يا مشبيش. كنت كويس انك جبت الشنطه، بس انا عايز افهم هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه. شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلم. امسك شنطه زيها بالظبط، ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخ اللي فيها، الخياطه اللي فيها، صوره منها طبق الاصل. ماشي يا معلم. اضرب يا بشبيش. اضرب يا بشبيش. اضرب بكره نضرب ضربتنا الكبيره قوي. السد في وشك يا عيشة ام علي، تبقي تمشي لشحاتي في الشوارع. ايه مالك؟ سرحان ليه يا استاذ رمضان؟ بتفكر في ايه؟ انا اتجهزت يا اخي اهو، كل واحد بيفكر في خيبته. يبقى بتفكر في الفلوس. فلوس ايه؟ اجري اجري كانت خيبه. انت فاهم حاجه اجري. يبقى انا ما قلتش غلط بقى. ما هو ما دام النهارده 27 منه يبقى كله بيفكر في الفلوس. بلاش كده يا استاذ رمضان. هقول لك حاجه بقى يا هاني. طب انا اعرف موظفين بيعدوا اخر الشهر بالساعه مش باليوم، عشان كده مش فاضيين يشتغلوا. وهم هيقطعوا نفسهم هيعدوا ولا يشتغلوا؟ يسلم بقك. حلوه. ايه دي اللي حلو؟ النكته. نكته؟ النبي انت فايق ولا يا بشبيش؟ اهو شويه كده وشويه كده يا سي رمضان. الله، ايه الكتاب ده؟ قانون العقوبات؟ انت هترجع الحقوق تاني؟ رمضان
عليك. ازاي ده انا كنت دلوقتي وحشني قوي يا رمضان. والله وانت ما عندك بتعملي ايه؟ تعالي كده روحي إله ربنا سد ابواب الجنه في وشك والنار كمان عشان تحتسي في الاخره ما تقيش حته التويك. مالهم 605 برطوش؟ ايه رجعت الشنطه مكانها؟ كله تمام. وفاهم هتعمل ايه؟ اه فاهم كل حاجه. بقول لك ايه، المهم بقى انك انت ما تركبش معاه، تعمل المستحيل عشان تزوغ منه. ازوغ منه ليه؟ لا ما فيهاش ليه، هو لازم كده. وقوم انت بقى على المصلحه وتشوف شغلك عادي لحد ما نتقابل. عشان يلبسها قول لي. ها؟ قول لي. ما تقول لي انت. يا غير اقول لي يعني لوحده. الله. والفلوس هتودوها فين؟ احنا هننام عليها لحد الموضوع ما يهدى خالص. وانا مش طمن ان انتوا مش هتضحكوا عليا. يا جدع عيب، ربنا يدين معروف، احنا ما خونش بعض. شو معنى هنروح منك فين؟ وبعدين ما انت ممكن تبلغ عننا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد. عليك نور. ربنا ما يجيب حديد يا اخي. جهزت التاكسي اشحته؟ كله تمام. خلاص وما نتقابل بكره الصبح انا وانت قدام البنك. ماشي يا عمنا. فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلنا يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ رمضان، عايز تقول ايه يا بشبيش؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه. طب ما انا كمان كنت عايز اقول لك حاجه. ما تقول. لا قول انت الاول. انا بقول يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك. ليه؟ اصل عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني. تعرف انك انت ابن حلال؟ ليه؟ لانني كمان كنت عايز اقول لك اسبقني، علشان التاكسيات ما بتوقفش الا للزبون المفرج، فانت لما هتمشي هلاقي بدل التاكسي اتنين. ايوه بس انا خايف يعني تستتقل الشنطه. شنطه ايه اللي هستتقل؟ ما انا متعود عليه كده. طب استأجز انا بقى. يلا خد بالك دي عهده. يلا بالسلامه. عهده. يلا ربنا يوفقك يا بشبيش. يلا يا اخوي مع السلامه. السلامه يا بشبيش. السلامه يا اخوي. السلامه يا بشبيش. ايه يا اخي؟ انت فتح؟ لا مؤاخذه، جت سليمه. جت سليمه يعني ايه؟ ده انت كنت هتموت. والله ماشي بكلم نفسي، مراتي بتولد. وانا مال؟ مراتك بتولد كنت هبت الهبه دي. معلش حق عليا، حق عليا. يا بروح تاكسي. فاضي؟ على فين؟ هديك اللي انت عايزه. على فين يعني؟ البغاله باب الشعريه. اخد 5 جنيه. انا موافق.
شباب يا اخويا شغل خلصنا انا وانت كمان بني مقمر. طيب على النعمه من نعمه ربي ما نبقى في حد. الله، هو انت بتديني بالجيب اللي خلفوه وكمان بيجيب ست اللي خلفوني؟ طب يمين على يمين السابق ما حدش شاف مني ملي معه. الله، لا ده ما بندهاش بقى، انا هاخد جيب ب 60 دهنه. ايه يا امين افندي؟ رمضان ده حته السكر. الله يسكر مقدارك يا سعد عزيز. طب يا عم حقك عليا انا، اتفضل افتح الخزنه وقبضنا. اقبضكم؟ شوفهم انا مفيش، اني بح. نعم اني بح، بح بصراحه يا اخواني، عشان ما شحتفكوش معايا انا اختلست الفلوس. هزار ايه؟ بقول لكم بالفم المليان انا اختلست الفلوس. سمعت فيه؟ انا غريبه دي يا رمضان افندي، بطل هزار وقبطنا، احنا ورانا التزامات الله يخليك. يا ابني ما الخزنه فاضيه قدامكم اهي، اهي فاضيه. في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم؟ طب وليه انك ما جبتش فلوس من البنك؟ دي مساله كسل بقى. احفظ لسانك يا اخي، انا بقالي 15 سنه بشتغل، لا عمري كسلت ولا عمري خدت تعريفه من حد بدون وجه حق. امال فين فلوسنا؟ الله، ما تقولها يا اخي، اختلستيه والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم اختلستيه عشان تبقى ملحوقة على المروح قوي يا اختي. لا هذا انت مؤكد حصل لمخك حاجة. عيب يا اخيني، انا اعقل منكم كلكم. وفي واحد عاقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ والله ده اللي حصل بقى. لا مش هينفع الكلام ده. اوعى تتهور، اوعى تتهور يا معاذك يا اخيني، اوعى تتهور اللي يحبسوك، ده كده على موظف عام. خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم؟ هنديهم ايه؟ خدهم يا جدع. 35 قرش ايه؟ يا اخوانا احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان يشوف صرفه في الجامع ده. يلا بينا. يلا بينا. يلا يا فندم. يلا يلا ايه اللي حصل ده يا سيدي رمضان؟ هي صوره؟ انا عارف اقول كل شويه، قلت لك يا اخي وانت سامع. ابني اعمل لي شهاده. حاضر. الله، ايه الحكايه؟ الله، هو سرق فعلا؟ امال اللي احنا خدناها دي ايه؟ صابونه ولا يكونش اتجنن عشان اكتشف السرقه؟ والله ما انا عارف يمكن انا اللي هتجنن، انا مش عارف ايه الحكايه بالظبط. السلام عليكم. خير خير يا فندم، ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ التهريج ايه لا سمح الله؟ ازاي ما قبضتش الموظفين دي لغايه دلوقتي؟ ثم ايه كلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لهم على الحقيقه. بلغت البوليس. بوليس؟ بوليس ايه يا افندي؟ هم مش قالوا لك اللي انا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى اتجننت؟ ولا اتجننت ولا حاجه. حضرتك المدير العام، وادي رمضان، ودي التليفون، ودول الموظفين، وبره السكرتير الغليظ بتاعك اللي اسمه عزيز. ثم واحد اختلس، فيها ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست؟ لا، وبمين انا راجل ما احبش اللف ولا الدوران؟ ابقى غلطان؟ يا رمضان يا رمضان، انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزله زي دي، انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. انت حر، اتفضلوا على مكاتبكم. اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك في مكان امين. اطلب لي اسم عصر النيل. هي يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم، واحد بيقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض علي وحبس حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي، هو انا هعرف سيادتك شغلتك لمؤاخذه؟ ما بتفرجش حق كده ولا ايه؟ ما تقول اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولعه. ده انت مصيبه
انت مين ملقعك علينا؟ قال لا هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلقع عليكم. حاجه يا اخي انت مالك مكشر كده كده؟ ادخل. سيادة وكيل وزارة خليه اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزارة مقلوبة. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم يا فندم على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان ايه؟ وكيل الوزارة بيقول يا رمضان يا ابني ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزارة وبيبتسم لي ابتسامة ذات مغزى. شوف هذه أهمية أن تكون مختلس، إنك تكلم وكيل الوزارة شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ أنت زعلان مني ولا إيه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الأصدقاء، شوف الحلاوة. يا راجل ده أنا حفيت عشان أقابلك، دول قالوا لي أنت اتجننت، سرب بنكلة يقابل اللي به وكيل الوزارة، ده يعتبر تقاتل الرؤساء وتروح في سين وجيه. خير؟ كنت عاوز مني حاجة؟ كنت عايز أشكلك وجاتي. كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم ده يختش على دمه ويديني شقه ولو اوضه وصاله تنيل اتجوز فيه. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطره عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندكم، ويا ابني انتوا اللي بتدوله المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل ان عمره ماده الا للمدير العام والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني إذا كانت ضاعت منك الشقة هنعوضها لك بحاجة تانية أحسن منها 100 مرة. إيه رأيك يا سيدي؟ حدك حتة أرض تبني عليها اللي أنت عايزه. في في السلوم. في السلوم؟ المستقبل كله هناك. لا وإيه؟ الجمعية عاملة المتر هناك بـ50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهرة بـ450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. أصيف إيه؟ هو أنا عارف أشدت الأول لما هصيف؟ أنت عملت زي لما وزعت عينك يا سطور، طلع نصيبي متر ونص. وديتهم للترزي قلت يعملهم لأي حاجة. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه؟ بالظبط زي ما قال لفندي كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك انا. هتودي نفسك في ده؟ يا سيد الله يشكرك، الله يخليك. شاكرين قوي. يلا ونبي حاج مأمور، يلا وحياة ابوك خلصت. يلا، يلا اقلب أي حاجة، البيه الوكيل هيبقى السارة، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع أولاده كمان، يلا. حاضر، حاضر يا سيدي. خدوا يا رخيم حسنين حطه في العكس. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ. زخرت وبعدت زخر العداله. يلا احسن ايه؟ يلا باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام، ما تخافش، امشي خد من ايه. يلا نجرب قدام، امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت مودينا على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشارع. أنا بشربها مظبوط. يا دمك يا أخي. بقول لك إيه؟ ما تيجي بدل ما نروح حجز ومع ناس سيف، نروح على السيف مع بطول ونخلص. أنت مستني قوي. لا بقول لك إيه؟ ما تزقنيش، أنا بقول لك أهو، أنت واخد واحد سارق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سارق جزء من آخر ولا نشيله جزء جنيهات، أنا بقول لك واحد فين نفسك. طب تعالى خش يا غمر. ازيكم يا قماش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ وقماش؟ دي أوضة رمضان؟ أي فتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس مرتبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حد غير. بعترف. مش ممكن، انتوا أكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول. معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة إن المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده أبدا. يا أختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. ألا قول لي يا جدع أنت، أنتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس. يا أخويا اختلس ولا ما اختلسش، المهم إن خدهم. أه منه الساهي السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبيين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار.
الحمار قال دحزن لحمير. يا اخوانا عيب كده العطره دي مش معقول. هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم. اسكت يا جدع انت اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صلي على النبي كده وانت تقدر تعمل حاجه؟ انا يعني اللي عايز افضل لكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا اخينا. رمضان علي ازيك يا رمضان؟ ازيك انت علي؟ عارف انت انت ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش. هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا بتديله الاكل. حاضر يا ستي. هو مسموح له باكل مدني بس امشي انت. روحي انت علي. روحي وحطي في بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ست امشي بقى ما تودينيش في داهيه. الله امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر. اتفضلي يا ست. مع السلامه. وانت حلويته وبقيت ملفوفه كده. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. انت محلويه كده. ها ايوه يا سيدي اهو. هات الاكل يا باب. طيب يا سيدي. اتفضل. سلام يا اتفضل انت. تعالى هنا انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان. يا رمضان كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري. ما هو دي اللي انا بقولها بيه. انا فعلا ماشي دغري. عشان كده لما اختلست جبت لكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا موسين وجين وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا. ويمكن انكشف او ما انكشفش. انا ما بحبش الطرق دي. انا لا بتاع ماس كهربائي ولا عقب سجاره. اختلاس واختلاس حقيقي وقوي وواضح وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن كما هو الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل موظف او مستخدم عمومي يختلس اموالا او اوراقا او امتعه سلمت اليه بسبب وظيفته. عرفت الحاجات دي كلها منين؟ لا انا ما قلتلكش. قال ايه يا سيدي؟ كنت انا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي. بس حافظ الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس قوي كويس قوي قوي قوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان. طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك العب 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه يلا خلصنا حياه ابوه. يلا دي القضيه جاهزه وواضحه والزبون مدب ومعترف واحنا جاهزين. احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسال. واحد تحت ايده 400,000 جنيه حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش هاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي لان العمر مش معزاه. وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق علي. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. ها منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر افكر في ايه؟ يا سعاده البيت انا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينه كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي ال 400,000 جنيه هيطبقوا الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. جنيه زي 1,000 يبقى انسرقت سرقه جمل. شغل بالك انت على راي الوليه القرشانه بتاعت الكرو. يعني مفيش فايده في دماغك؟ انت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس ان احنا هنجيب الفلوس وساعتها اللي حطوا له ابيض ولا اسود وهتتحبس برضه. وما حياه فرص برضه يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي؟ اخرج اروح فين؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ انا ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا ما هم دول ليهم اوان تاني خالص. ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام والحكم اوام اوام والسجن اوام اوام. عايزين نخلص. الله ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك او تلاقي لك محامي يدافع عنك.
والله يا سعادة الباشا المسألة لا محتاجة محامي ولا غيره، القانون واضح والمادة معروفة ومحفوظ. إن أنا قدام حضرتك عايز تخرجني خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصية. معيش بطاقة. إيه؟ وروني بقى هتعملوا إيه؟ ولا يمكن حضرتك أهو؟ لا في بطاقة. أهي أهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصورة بتاعتي حلوة. طب اتفضل اديها لي برضه. حاضر. صورة جميلة من ساعة ما كنت في الإعدادية. أي أيوة والله. اتفضل انت. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخلي. مع السلامة. أي والله خلي التذكار مع حد. مع السلامة. السلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. السلام عليكم. روح فين يا فينا؟ خش. إيه يا جدع أنت؟ البيه الوكيل هو اللي خرفني. سيبه عسكري. ده حاجة عجيبة. عمرك شفت حرامي بيخرج؟ ده بيبقى قاتل قاتل وبيخرج بجفاء. بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش أنت. أنا بقى اللي خرفني. السلام عليكم. عايزكم تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف بيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. انت ايه هربت؟ ايوه هربت، واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي. اوعى تدخل حرامي. حرامي ايه كتكنين؟ احنا ناقصين؟ هم راضيين حد يسجنوني؟ يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا علي، في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان، الحمد لله على السلامة. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ها؟ عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغاية ما حددوا معاد الجلسة. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا، انت تعبان، خش يا حبيبي. اهلا وسهلا، خطوة عزيزة. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي. اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يا عينيا الاثنين، دقيقتين وهحضر لك الاكل. يا اختي عليك وعلى جمالك، يا اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا. هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق. هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون؟ امال كام يا عين امك؟ مفيش. والله ما في. هم 400,000 جنيه عمر. عمر؟ عمر ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين. دول يجيبوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيش نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا. ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لنط من الشباك. بايخة مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنة؟ أكني سافرت أي بلد، عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين، دول 400,000 جنيه. أموال الدنيا كلها ما تسويش إنك تعمل فيا وفي نفسك كده. كفاية إنك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون، رد حواري، الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم أنت مش كنت زعلانة إن أنا ما عنديش شهادة جامعية؟ ادينا حاجه الشهاده جامعيه من جامعه ابو زعب. انا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متاخر يا علي. مش متاخر ولا حاجه، انت ممكن ترجع لهم فلوسهم. لا ده احنا نبقى بنهزر بقى يا استعلي، وانت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص، كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه، انت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايف انا اغيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش، طمني
الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش، بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز، اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعيه عليه. من يومين ثلاثه امك ما كانتش طايقاني، دلوقتي بتقول لي يا ضناي احنا في زمن بطاقه الانسان فلوسه، فلوسه فلوسه بس عليه. اسال الجعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ، انما ايه هتاكل صوابعك وراهم؟ قوم يا كب كبدي.